بص احنا شغالين على السوشيال ميديا دلوقتي ايه؟ موسيماني كسب. أيوة. يا خبر ابيض ده مانويل جوزيه الثاني. أيوة. وده غلط مفيش يعني مش بسرعه كده. أيوة. وبعدين ايه خسر يا خبر ابيض ده ما عندوش فكره ده لاسرتي. محمد شريف جاب جول او بواليا تالق مع الجول يا نهار ابيض يجي الاهلي. جه الاهلي ما جابش جول يا نهار ابيض ده ما يمش. احنا ولا كده صح ولا كده صح. انت قيم ما تراه على الشاشه. انت مقيم اللعيب ده كويس ولا وحش والمدرب ده كويس ولا وحش. يعني مستر موسيماني مدرب كويس وعنده افكار وعنده افكار كويسه جدا وبيلعب اللعيبه كوره وبيدي اللعيبه ثقه. يوم ممكن ما يبقاش كويس خلاص مش كويس عادي يعني جدا عادي جدا وعادي انك تقول ان هو مش كويس. بس هو مش كويس بس في الماتش ده مش كويس بقى على مجمل اعماله بلاش ظلم يعني. برافو عليك. اللعيبه كده اللعيبه كده احنا شغالين. وعلشان كده بقدر الامكان اي حد بيتكلم في الكوره يحاول بقدر الامكان ما يتاثرش بالسوشيال ميديا. برافو عليك ما باش مشجع. والا انت هتقعد تقول حسين الشحات حلو حسين وحش. الشحات وحش. انت هتقعد رايح كده ولا انت عارف تقيم صح. سواء مدرب ولا لعيب ولا اداري ولا مدير كوره ولا اي حاجه. وفي الاخر مش هتبقى عندك مسطره. بقول لك انا وليد شايف انه خلاص اللاعب يركز بقى لانه قال لك حتى المدرب ما فيش يكسب مباراه. اطلب من بني ادم انه يتصرف بهذه الصلابه والقوه. مش البشر مش زي بعضيه. وبعدين اللي مش هيتاثر النهارده هيتاثر بكره. يعني اذا كررت انتقاداتك النقد بيديك حاله سلبيه. النقد اللي هو ايه انت مش بتقول له خلي بالك انت دلوقتي مجهودك قل خلي بالك ده انت بتقول له يعني انت دلوقتي مثلا لعيب نزل جاب لك جولين ايه ده ايه الجمال ده انت رسمت له صوره ذهنيه يا استاذ ابراهيم لو جه ماتشين ما جابش جولين لا ده انت اتكشفت بقى على حقيقتك وما ترجعلوش حاسبه على تصوراتك انت ما ترجعلوش مع ان طبيعي انه ممكن يجي له وبعدين يجي له ماتش يعمل هاتريك وبعدين يقعد ماتش ما طبيعه الامور. هل هو عنده مهاره التهديف ولا ما عندوش؟ اللعيب في النادي الاهلي وكل الانديه الشعبيه بس انا هتكلم عن النادي الاهلي هو عباره عن واحد قاعد في فاترينا مش من حقه يتصرف على مزاجه. لازم كل تصرف يعمله يكون مدروس قوي لان الناس مطلعه عليه يعني وبتقيمه. لما تيجي التقييم بقى والكلام من بره النادي مفهوم لكن لما يجي حضرتك وانا قيم زي ما انت عايز. انا مش بحرم الجمهور اللي يقول رايه بس بلاش قسوه ما تجيش في المسائل الشخصيه. شوف الجمهور احنا بنتكلم على قطاعات عريضه صعب جدا تقول الناس تمشي كده او ما ينفعش تمشي كده. لكن هل هذا الراي في منصات السوشيال ميديا المختلفه يبقى لها هذا التاثير المباشر على اللاعب او المدرب؟ راي كابتن وليد صلاح لا. اللاعب يركز في شغله ويعتقد انه نفس الاشخاص اللي بيهاجموه النهارده حتى واحنا بنقول لهم ارجوكم الرحمه شويه هم اللي هيشيدوا بيه بكره فياخد الامور بشيء من الالتزام. لكن هل القرار الاداري كمان بيتاثر يعني بواحد السوشيال ميديا ولا لا؟ تيجي تقول لواحد كل سنه انت طيب دي مالهم النقد يوم يقول له مش عارف ايه كل يحصل حاجه هنا يقول لك وبعدين من اللعيب الفلاني بتاعك ده ما هو يعني دي طريقه في منتهى القسوه.